never be invited here. And we say, why are you hosting dictators? لا للتبييض الرياضي ولا لمبيعات الأسلحة على حساب حقوق الإنسان، شعار هؤلاء المعترضين من ناشطين بحرانيين وبريطانيين على دعوة سفاح البحرين حمد الخليفة ونجله نصور المعجزة لحضور سباقات وينسر الملكية للخيول. الرسالة هي واضحة، الدكتاتورية غير مرحب فيها، من يعتقل سجنائنا، من يعذبهم، من يقتل شعبنا هو شخص غير مرغوب فيه، ونحن نقف لنصل هذه الرسالة. لكل ذلك مطلب الناشطين واضح، هؤلاء الجلادون غير مرحب بهم هنا. We're here to call on the Royal Windsor Horse Show to cut their ties with Bahraini bodies, with the Bahraini government, and to acknowledge human rights abuses. هذه الدعوات المتجددة لجلاد البحرين ونجله نصور أمير التعذيب لحضور هذه السباقات تخفي ما وراءها. The UK sees Bahrain as a priority market for weapon sales. So that's why they're getting the invitation. It's so that these relationships can go on, so weapons can be sold to the Middle East. ولا دكتاتور البحرين عائدا ولم يحضر الحفل الختامي كما جرت عليه العادة، إلا أن هؤلاء البحرانيين حلوا محله في وينسر، سجلوا حضورهم دفاعا عن قضية شعبهم. واجب كل بحراني يعيش في الغربة ويستطيع ولديه مساحة من الحرية أن يكون صوتا معبرا عن حجم الألم والاضطهاد والظلم الذي يقع في البحرين، وهذا ما نسعى لأن نقوم به هنا في بريطانيا. رسالة هؤلاء المملكة المتحدة ليست ملجأ للدكتاتوريين، وأن الديمقراطية وحقوق الإنسان أسمى من صفقات الأسلحة. Why are you hosting dictators?